بسم الله الرحمن الرحيم. 32 years old man is brought to the emergency department in an unconscious state. He was rescued from a burning building. Physical examination show a foot in his oral cavity. And ايه سود يا جماعة؟ And the future. نعم؟ متهيألي أطران أو حاجة زي كده، رماد. سود in his oral cavity and the diffuse cherry red discoloration. دي cyanide شكلها. His skin. ده سي او. لا، شيري ريد كربون مونوكسيد. شيري ريد، شيري ريد فاتح. تاني بريك ريد، ماشي. تاني بريك ريد طوبي. يعني. ماشي، عند بطن اكتر. بس ممكن يكون حرقه البيت برضو، حرقه البلاستيك اللي في البيت او الدهان يعني. هنشوف. اورال كافيتي اند ديفيوز شيري ريد ديسكريشن اند ذا سكين بالس اكزومتر شو ان اكسجين ساتوريشن 99 ان روم اير. But co-oximeter show 6 و 6 و ده اللي كنت بقول لك عليها دكتور محمد. بلس اوكسيمتر بيقيس الكربوكسي هيموجلوبين. co-oximeter كربون مونوكسيد يعني. اوكسيمتر شو 76 ان روم اير. arterial blood gas analysis showed elevated level of carboxy hemoglobin. Which of the following mechanism best explains the causes of hypoxia in this patient? هل reduce the hemoglobin concentration, reduce the hemoglobin saturation؟ طبعا دي reduce plasma oxygen concentration. لا، reduce right shift، هو left shift of oxygen hemoglobin saturation shift. Oxidation of hemoglobin oxidation of hemoglobins in hemoglobin. هي reduce hemoglobin saturation، هو الهيموجلوبين مش لاقي اكسجين يمسك فيه عشان الكربون مونوكسيد مقفل عليه. هو اللي ماسك، صح؟ ممكن السؤال بعد، انا لسه داخل، معلش ممكن ابص السؤال بسرعه بس. واحد جه للامرجنسي ديبارتمنت، تمام، هو بيقول لك بيردنج 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 انكونشس، كربون مونوكسيد، كربون مونوكسيد وشيري ريد وانكونشس، تمام. والسؤال بيقول ايه؟ 99%. ما بحبش الحته دي عشان دي بيحصل فيها حاجات كده يعني مختلفه. ماشي، هم لقوا elevated of carboxy hemoglobin. Which of the following mechanisms best explain the cause of hypoxia in this patient؟ طيب، ما الكربون مونوكسيد، مش هو الكربون مونوكسيد المفروض بيمسك في الهيموجلوبين، صح كده؟ فلما بيمسك بالهيموجلوبين بيقلل الاكسجين delivery للتيشوز، صحيح؟ تمام، فهي بقى انهي واحده؟ هي شيفت ليفت مش شيفت رايت، فهي هي ريديوس الهيموجلوبين ساتوريشن بتاعي. ريديوس الهيموجلوبين ساتوريشن، ايوه، هيقلل الساتوريشن بتاع الهيموجلوبين بالاكسجين يعني، يقصد كده. بس اعتقد ليفت شيفت تو ليفت العكس ولا ايه؟ تو ليفت، هو تو ليفت، هي ليفت شيفت. ما هو الليفت شيفت ده يعني مش هيدي، مش هيدي بالظبط الدليفري الاكسجين، هيقل. الرايت بيبقى بيدي اكتر. هو بيقول ان كربون مونوكسيد بوزنينج ذا اوكسجين ساتوريشن اوف هيموجلوبين، هيقل الساتوريشن بتاعه مع بالاكسجين، يعني مش نسبه الهيموجلوبين، لا، هو الساتوريشن الاكسجين على الهيموجلوبين هيقل، فده هيعمل ايرلي بلاتو في الاكسجين ديسوشيشن كيرف. طب نقرا، طيب اقراه لكم. طيب، ان كربون مونوكسيد بوزنينج ذا اوكسجين ساتوريشن اوف هيموجلوبين ديكريز ليدنج تو ايرلي بلاتو ان اوكسجين ديسوشيشن كيرف. يعني هو بيدي في البلاتو ان هو اتشبع الاكسجين الهيموجلوبين، بس ده ما حصلش يعني. Reduced hemoglobin concentration is seen in anemia and the overall decrease will thereby decrease the oxygen carrying capacity of red blood cells causing anemia. Hence option one is incorrect. الانيميا هي اللي بيقل فيها concentration بتاع الهيموجلوبين، فده يؤدي ان الاكسجين كاباسيتي كلها تقل، وده في الانيميا بس. لكن الكربون مونوكسيد بقى has is much higher affinity for hemoglobin than الاكسجين. او الاكسجين يعني الكربون مونوكسيد بيمسك في الاكسجين اكتر من الهيموجلوبين، فايت بايند تو هيموجلوبين اند بريفنت اوكسجين فروم بايندينج. يمسك في الاكسجين في الكربوكسي هيموجلوبين او كربون مونوكسيد ويسيبه من الهيموجلوبين. وايز ذا توتال هيموجلوبين كونسنتريشن ريمين نورمال تيز اكتيف سايت جيت اوكوبايد باي كربون مونوكسيد. Oxygen cannot bind and thereby hemoglobin saturation fall leading to hypoxia. بيحتل مكان الاكسجين من الاخر يعني. بياكل من الاخر، بيقول له بيمسك كويس قوي يعني. يمسك في الهيموجلوبين وياخد الاكسجين منه وشكرا على كده. The increase the affinity of for hemoglobin by carbon monoxide can shift the oxygen hemoglobin saturation curve to the left and the curve and plateau earlier for same reason thereby are incorrect.
هيم جروب اوكسجين دي اللي مش فاهمها بصراحه. هيم جروب اوكسيديشن از سين ان كونديشن لايك ميثا ميجلوبينيميا. دي كانت اللي في الامايل نيتريت صح يا دكتور حسن؟ امايل نيتريت بويزنج. ايوه ايوه الامايل نيتريت اي حاجه فيها نيتريت مش بس الامايل نيتريت. كل دول بيكون معاهم ميت هيموجلوبينيميا عشان الهيم جروب بيحصل لها اوكسيديشن بتتحول من فيرس الى فيريك فورم. تمام. دي الاوكسيديشن يعني من الاخر. ايوه بيحصل اوكسيديشن بتحول الى فيريك فورم وما بيبقاش. وفي بعض الناس اصلا بيكون عندهم المشكله في الريدكشن ما بيبقاش عندهم الريدكتيز انزيم اللي هو النات بي اتش ريدكتيز. فالميتهيموجلوبينيه دي برضو مشكله زي الكربوكسي هيموجلوبين كده هي نفس البوينت يعني. تمام تمام يبقى مشكله الاوكسيديشن دي بتاعت الميتهيموجلوبين. تمام تمام. هيم جروب اوكسيديشن از سين in condition like with hemoglobinemia, the iron moiety can't bind to oxygen and thereby cause hypoxemia. The clinical scenario elevated level of carboxyhemoglobin here more like represent carbon monoxide hemoglobin poisoning carbon monoxide poisoning than with hemoglobinemia. انت بس عديت حاجه هنا عديت حاجه بتهيالي اللي هي دي اللي هي الكربون مونوكسيد does not affect the plasma oxygen saturation بس هيموجلوبين ساتوريشن باي اوكسجين. يعني ده عارف يعني انت لو عملت فعلا اوكسجين ساتوريشن هتلاقيه نورمال لكن الساتوريشن هي دي الحته دي فعلا جميله. يعني ايه لو انا عملت لك بالبلس اوكسيميتر اوكسجين ساتوريشن المفروض ان انت هتلاقيه نورمال مش متاثر. هي المشكله كلها في الساتوريشن بتاع الهيموجلوبين بالاوكسجين. هو بيقول لك داز نوت افكت ذا بلازما اوكسجين كونسنتريشن. مش لو عملت اي بي جي مش هتلاقي الاوكسجين كونسنتريشن متاثر هتلاقيه نورمال بس المشكله كلها هتبقى في الساتوريشن بتاع الهيموجلوبين بالاكسجين. بيقول لك ابلس اوكسيميتر شوز ذا اوكسجين ساتوريشن ويراز ان ارتيريال بلاد جاز اناليسيس از ريكوايرد تو تشيك فور بلازما اوكسجين. يعني انت لازم بقى تكشفها تبين انه في الفينوس بلاد جي سوري الاي بي جي هيبقى هو ده اللي هيبين الهايبوكسيا انما الابلس اوكسيميتر مش هيبين. هيوريك الساتوريشن بتاع الاكسجين الهيموجلوبين في الاكسجين انت فاهمها. يعني انت هنا لازم تعمل اي بي جي يعني هنا من الاخر لازم تعمل اي بي جي. كان حد علينا بصراحه سؤال قبل كده حتى لو الفينوس مش الارتيريال بلد حتى الفينوس هتلاقي فيه الاكسجين عالي ساتوريشن هتلاقيه عالي. لا ده اللي ده في السيانايد بيبقى عادي اكتر سيانايد بويزنينج. ده دي كانت في السيانايد صح دي بتاعه الميتوكوندريال صح بص عشان هو الاكسجين ما بيستهلكش اصلا. تمام. دي احنا قلناها دي اللي قلناها ودكتور مصطفى لسه مش دكتور مصطفى ده دكتور مصطفى. انت دكتور مصطفى ايه؟ مصطفى ايه يا دكتور؟ عشان نميزكم من بعض بس اصل كده في اتنين مصطفى. مصطفى محمود دكتور مصطفى محمود يعني ده يعني والتاني بس العلم والايمان يا ابني. العلم والايمان والله. اسمه ايه ده دكتور مصطفى محمود او مصطفى فارما اسمه ايه ده؟ احنا كنا مصطفى الثاني كان قال كنت بقول دكتور مصطفى عمر واحنا بنشرح واحنا بنشرح كنا بنشرح الكربوكسي هيموجلوبين ده قلنا ان انت لما بتحط البلس اوكسيميتر بتلاقي النسبه مظبوطه. ليه؟ عشان الكربوكسي هيموجلوبين بيشبه الاكسجين هديك القرايه مظبوطه. عشان تتاكد ان هو البتاع ده لازم تسحب اي بي جي عشان تعرف ان ايه الدنيا واقعه ومتغيره. تمام. قال لي هو قال لي ايه دكتور مصطفى؟ قال لي ده في ده واحد بيبين البلس اوكسيميتر بيبين الكربون مونوكسيد وموجود فعلا في الكيس هنا حتى بيقول لك كربون اوكسيد فوق كده بلس اوكسيميتر اطلع كده دكتور مصطفى حسن على الكيس هتلاقي 76 كربون اوكسيد اوكسيميتر شو 76 ان روم اير. شفتي بقى دي حتى هو قلت له في الكلو اصدق في الكلو ولا فين؟ لا في الكيس نفسها اطلع في الكيس نفسها. بص يا باشا هتلاقي بلس اوكسيميتر شو الاكسجين ساتوريشن 99 البلس لا الايه النسبه الاكسجين 99 الدكتور مصطفى قال لك ان انت قلت له انا سعيد ان انت معانا اللي اسمه ده كو اكزيميتر بقى قال لك ايه او الكو الاكزيميتر قال لك 76. طب منين 76 ومنين 99؟ عشان ال 76 ده قيس لك نسبه الايه كربون مونوكسيد اللي موجوده فمديك نسبه صح. ما دي احنا قلناها كذا مره الحته دي برغم انها اهميتها بس احنا قلناها كذا مره ما خدتش بالي من انا ما قريتهاش عشان بتقطع وانتوا بتتكلموا في عناية بتفوت الكلام. عناية بتفوت الكلام. خلاص؟ اللي هو البي او 2 البي او 2 انما البلس بيقيس البي او 2 سات. ده الفرق بين الاثنين فعشان كده البي او 2 ده الاكسجين اللي ديسولفت في البلازما. عشان كده هو ده الادق بالنسبه للكربون. دكتور علي صوتك معلش مش سامع دكتور. بقول لحضرتك الاي بي جي الاي بي جي بيقيس الاكسجين اللي هو ديسولفت في البلازما اللي دايب في البلازما. بالبي او 2 انما الاو 2 سات ده اللي هو بيقيسه بالبلس اوكسيميتر من بره
فده الفرق بين الاثنين، عشان لو كده بنعمل الساتوريشن اللي هو الهيموجلوبين ساتوريشن صح كده، بالظبط اللي هو بالظبط. ما هو ده اللي احنا بنقوله ان هو الساتوريشن العادي بيتقاس بالبلس اوكسيميتر بتاع الهيموجلوبين بالاكسجين، انما الاي في جي ده اللي بيجيب زي ما انت قلت كميه الاكسجين اللي هو ديزولفت في البلازما. انا بقى اللي مش فاهمه الكوكسيميتر ده ايه بقى، الكوكسيميتر ده اللي حاطه ايه، ده حاجه جديده دي، ايه الكوكسيميتر ده بيقيس يا دكتور نسبه الكربون مونوكسيد بويزنينج تقريبا، يعني انت الفعليا قد ايه انت عندك في كميه اسمه ايه ده اكسجين ساتوريتد، تقريبا بيشيل منهم الايه، بيشيل منهم الكربون مونوكسيد تقريبا، يعني 76% دي نسبه الاكسجين الفعليه اللي عندك نتيجه نقص الكو اللي هو الايه الكربون مونوكسيد بويزنينج يعني. طيب ازاي بيقيسها ما اعرفش، غالبا اهم نقطه انت قلتها ان هو بيشيل الكربون مونوكسيد بالظبط، ده اللي انا فاهمه منه يعني، بس اول مره اسمعه فعلا. ماشي، هو انت قايلها لنا يا راجل، ده انت قلت لي في واحد بيقيس اهو، ده انت اللي قلت لنا الموضوع ده، كان واحد بيقيس مصطفى عمر يمكن واحد لنا القصه دي، انا واحد تاني مش هو. مصطفى كتير بقى، لا كل واحد بقى يقول اسمه بالكامل عشان نعرف نتكلم. مصطفى شغال اي سي يو، فممكن عدى عليه القصه دي. تمام، انا اقولها تاني الجمله دي عشان هي فيها كربون مونوكسيد دازنت افكت، ما اعرفش عارف اقولها، مش عارفها حقيقي، دازنت دازنت افكت، ما بيأثرش كربون مونوكسيد على البلازما اوكسجين كونسنتريشن اللي هو بنعمل له اي بي جي، لكن بيأثر على الهيموجلوبين ساتوريشن اللي بنعمله بالبلس اوكسيمتر، عشان كده البلس اوكسيمتر شو اوكسجين ساتوريشن وين ان ارتيريال بلاد جاز از ريكوايرد تو تشيك فور بلازما اوكسجينيشن. يعني انت لما بتعمل البلس ده بيوريك الايه الهيموجلوبين ساتوريشن او كل الدنيا كلها على بعضها اللي هو ايه، مش بتطلع فيها الدنيا كويسه، لكن هو المشكله كلها ما بيجيبلكش، او لا هو قصدي بيجيب البلس بيجيب البلازما كونسنتريشن، لكن اسمه ايه ده الارتيريال بلاد جاز هيجيب لك الايه الاكسجين ساتوريشن في الهيموجلوبين نفسه دي. لا العكس والله، العكس دكتور، العكس، البلس اوكسيميتر ده هو اللي بيجيب الساتوريشن بتاع الاكسجين اللي ماسك في الهيموجلوبين العادي، انما الاي بي جي ده اللي هو العينه بقى اللي انت هتاخدها من الدم دي هي دي اللي بتجيب لك قد ايه فعلا. بص يا دكتور، هو بيقول ايه هنا، هو بيقول كربون مونوكسيد دازنت افكت، ما بيأثرش على البلازما اكسجين كونسنتريشن، ما بيأثرش على كميه البلازما العاديه اللي احنا بنقيسها، يعني البلازما في الاي بي جي، يعني البلازما، يعني البلازما اللي انا بقيسها، لا 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 استنى بس، البلازما اللي انا بقيسها بالبلس اوكسيمتر بتطلع مظبوطه، ما ده اللي بيطلع نورمال، يبقى مين اللي بيتغير، مين اللي بيتغير، استنى بس، بات الهيموجلوبين ساتوريشن باي اوكسجين اللي بيتغير، واللي انا مش عارف بقى، يبقى انا اتلخبطت، لو قلت غير كده اتلخبطت، يبقى الهيموجلوبين الجمله واضحه خالص، الهيموجلوبين ساتوريشن هو اللي الهيموجلوبين ساتوريشن هو اللي بيتغير، وهو اللي احنا محتاجين نقيسه بالاي بي جي بس، ده ملخص الموضوع عشان ما نقعدش نلف كتير وندوخ نفسنا ودماغنا تبوظ. ايوه ما بقول لكم الجمله واضحه، الجمله واضحه، هو بيقول لك ان الكربون مونوكسيد مش بيأثر على الكونسنتريشن بتاع الاكسجين العادي اللي هو دايف في الدم البلازما، انما هو بيأثر بالزبط على الساتوريشن بتاع الهيموجلوبين. بالظبط، الهيموجلوبين، ما انا ده اللي بقوله. تمام كده احنا ما فيش اختلاف، هي كربون مونوكسيد هاز هاي افينيتي فور هيموجلوبين اند مايوجلوبين طبعا، ريزلتنج ليفت شيفت اوف ذا اوكسجين كيرف اند تيشو هايبوكسيا زي ابروكسيميتلي 50 بير ييرز ذس از فروم اكسيدنتال كربون مونوكسيد بويزنينج ان يو كي. Because of physiology in carbon monoxide poisoning, the oxygen saturation of hemoglobin decreases, leading to an early plateau in the oxygen saturation curve. Question may hint at badly maintained houses. قلنا ان هو ممكن يبقى في انت بتقرأ فين؟ بس عشان نبقى معاك بس. اللي بعدها يا كبير. Carbon monoxide. Poisoning كبير انت. موضوع نفسه؟ موضوع طيب بس يعني خلينا معاك يعني بس. انا اصلا فاتح عندي عشان انت ايه ما بتتابعنيش، عمال ادور مش مشكله، ما بتتابعنيش اول باول يا حسن، لا لا انت عملت جامب مثلا لمثلا 15 كل ده خلاص، كل ده قريناه، كل ده احنا هنعرف ازاي. طيب قريناه، انا قلت لك انا قريته والله. انا كنت نسيت الفقره اللي انت قلت ان انا نسيتها، فرجعنا لها تاني، كملناها وننزل بقى نكمل، رجعنا تاني. حاضر ماشي رجعنا تاني. كربون اوكسيد قلنا هاي هاز هاي افينيتي للهيموجلوبين والمايوجلوبين، بيعمل ليفت شيفت الاكسجين ساتوريشن كيرف انت شو هايبوكسيا، قلنا في 50 حاله كل سنه بتموت من الكربون مونوكسيد، دول الباثوفيزيولوجي ان الكربون مونوكسيد بيعمل بيقلل الاكسجين ساتوريشن في الهيموجلوبين مش في البلازما، في الهيموجلوبين بلازما بتبقى مظبوطه لانه بيأثر على الهيموجلوبين فيؤدي لايرلي بلاتو في الاكسجين ساتوريشن كيرف. ممكن يتكلم الكويشن عن اللي هو البيرلي مينتيند هاوسنج اللي هي المقفوله دي اللي بيبقى فيها نار وكده، ستودنت هاوس
فيشر اوف كربون مونوكسيد بويزنينج كنا قلنا الهيديك اكتر حاجه بنسبه 90% من الحالات، والنوزيا والفوميتنج والفرتايجو بنسبه 50%، كونفيوجن بنسبه 30، والويكنس بنسبه 20، والسيفير توكسيستي بيبقى بينك سكين وميوكوزا، وبيبقى فيه هايبر بايركسيا بيسخن زي واريزميا واكسترا بيراميدال فيتشر زي كوما والديسيز. تمام، كان ايه بيعمل لنا هايبر بايركسيا من الـ من الـ من الحاجات اللي بتدمن يا دكتور حسن؟ الكوكايين. يا الله يفتح عليك. انفستيجيشن بلس الكوكايين. الكوكايين بلس اوكسيمتر مي بي فولسلي هاي دي تو سيميلارتيز بتوين اوكسو هيموجلوبين اند كاربوكسي هيموجلوبين. اهو نفس الكلام بيقوله لك ان البلس ده بيقيس البلازما وبيطلع لك الاوكسي زي الكاربوكسي فبيطلع لك النسبه عاليه. Therefore, a venous or arterial blood gas should be taken. Typically, carboxy hemoglobin level أقل من 3 في non-smoker وأقل من 10 في السموكر ومن 10 إلى 30 في السيمتوماتيك اللي هما الخفيف اللي هما الهيديك والفوميتنج والسيفير توكسيستي أكتر من 30. The ECG is useful supplementary investigation to look for cardiac ischemia عشان تشوف الإسكيميا بتعمل ECG. المانجمنت بتاع الكربون مونوكسيد طبعا اللي احنا قلنا 100% أكسجين وكنا قلنا الهايبر بارك بس هنقولها تاني. Patient with suspecting carbon monoxide poisoning should be assisted in emergency department. لازم يخش الـ ER 100% high flow oxygen via non-repressor mask. ياخده بالnon-repressor mask. From physiological perspectives, this decrease the half-life of carboxy hemoglobin. ده بيقلل التأثير بتاع carboxy hemoglobin أو half-life بتاعته من مع الهايبر أو الهاي فلو أكسجين ده. لازم زي ما احنا قلنا بيتاخد ست أقل حاجة ست ساعات من بداية التريتمنت بتاعنا. التارجت أكسجين ستريشن بتاعنا إنه يكون 100%. التريتمنت بيستنى لغاية ما كل السيمتومز تروح، مش لما حتى الكربون ما بتبصش على الكربوكسي هيموجلوبين ليفل، بتبص على السيمتومز لما تروح أو ست ساعات من بداية لما السيمتوم راحت يعني. هايبر بارك اوكسجين ده ممكن يعمل سيميلر سمول نمبر اوف كيسز از ايفيدنت بيس از ليميتد. ممكن يعني يستخدم بس ذير از سام ايفيدنت ذات لونج تيرم اوت كم مي بي بيتر ذان ستاندرد. احيانا بيبقى احسن اللي هو الهايبر بارك اللي تحت ضغط. بيستخدموه اكتر حاجه في السيفير كيسز اللي هم الليفل بتاع الكربوكسي هيموجلوبين اكتر من 25%. بيستخدم امتى؟ قلنا بيستخدم في الحالات اللي هي المنيله اللي هي عندها نيورولوجيكال ساينس غير الهيديك او عندها مايوكاردال اسكيميا او اريزميا او بريجننسي. تمام. سؤال بعده. 43 years old man presents with known acute intermittent porphyria is brought to the emergency department by the police due to an acute psychosis. What is the most suitable drug for sedation? هو عايز يستخدم drug for sedation بتاع حاله acute intermittent porphyria. هنستخدم ايه بقى؟ هو في حاجات كانت بتبقى يعني هو حاطط حاجات اصلا بتبقى بتنديوس اكيوت انترميتنت بورفيريا زي كلورال هيدريت. هو ده اللي هينفع بتهيالي الكلور برومازين، وانا مش فاكرهم بس كان هو حاطط حاجات انديوسرز في النص اللي يعني كلور هيدريت الفينوباربيتون كان من الحاجات اللي بتنديوس. هما كانوا كلهم باين انديوسر ما عدا واحد. هو حاططهم هما معظمهم بيعملوا اكيد انترميتنت. انا فاكر انه كانوا حاجات كانوا نادر او قال لك كانوا حاجات فيهم الاورال كونتراسيبتيف واربعه منهم الالكحول والبنزو دايازبين وتقريبا الباربيتوريت وحاجه كمان معاهم كده كانت بتشتغل على الاي ان اس برضه وفي حاجه كمان معاهم مش فاكرها بصراحه. سلفوناماي تقريبا يعني فينو باربيتون والدايزيبام وكلورال هيدريت دول. لا كلوبرومازين ده انتي سايكوتيك، المفروض ده انتي سايكوتيك يعني ده من التيبيكال انتي سايكوتكس، والبريميدون ده اصلا انتي واحد من الانتي ابيليبتكس. يبقى هو البريميدون ده يتهيألي يعني ده البريميدون يا كلوبرومازين بس انا بصراحه مش فاكرها، ممكن مش عارف صراحه. دي ولا دي عنده ايه؟ كان عنده سايكوزز اكيوت سايكوزز بس هي لو سايكوزز يعني بصراحه تبقى كلوبرومازين. لو سايكوزز يعني ان احنا بنستخدم في الاكيوت سايكوزز كلوبرومازين اللي هو نيورازين بنستخدمه في الاكيوت سايكوزز دي هتبقى كلوبرومازين. انا برضو رايح لدي برضو ماشي هي معلومه ممكن نشوفها. كلوبرومازين. طيب كلوبرومازين is considered safe to use in patients with acute intermittent porphyria. The other drugs are classified as unsafe يعني كلهم ما ينفعوش خالص. طيب انزل دكتور. Acute intermittent porphyria is an autosomal dominant condition caused by defect in porphobilinogen deaminase. تمام. وده enzyme involved في biosynthesis of heme. هو هنا هو ده مسؤول عن تصنيع الهيم اللي هو porphobilinogen deaminase. عشان في واحد تاني اللي هو decarboxylase ده بتاع اللي هو الايه decarboxylase ده كان بتاع disease تاني برضو في porphyria اللي هو cutinia tarda. porphyria cutinia tarda في decarboxylase بالسي. انما ده اللي هو deaminase ده اللي بالاي ده اللي هو acute intermittent porphyria عشان دول بيلخبطوا في بعض بصراحه.
تمام هو اوتوسومال دوميننت. It is characteristically characteristically presents with abdominal and neuropsychiatric symptoms. تمام هو دايما بيجي في الكلو في السؤال ان هو بيجيب لك عيان عنده abdominal pain وعنده psychosis بقى حاجه neurological parasthesia peripheral neuropathy whatever في واحد عنده 20 ل 40 سنه. Acute intermittent porphyria is more common in females 5 to 1. تمام هو autosomal dominant condition نتيجة بورفو defect في البورفو بايلينوجين دي أمينيز. طيب إيه بقى الدراجز اللي بتبريسيت الأتاك بقى؟ طبعا دي هتبريسيت الأتاك في عيان عنده طبعا الكونديشن زي الباربيتوريتس موجودة فوق هالوسان وده واحد من الانهاليشن الانستيك بنزودايزيبين الكحول كنت قلتوها اور الكونترسبتيف بيلز والسلفونامايدز دول الدراجز. طب ممكن تطلعوا فوق كده يا جماعه تشوفوا لنا ايه الحاجات دي مع يعني ايه من ايه فاهمه قصدي يعني ايه من بنزودايزبين كان فوق وايه من الهالوسين كان فوق وايه هو كان دايزي لا الهالوسين مش موجود هو كان حاطط الدايزي بلام اللي هو بنزودايزبين وكان حاطط الباربيتوريتس تمام هي كانت ايه بقى اللي هي باربيتوريتس اللي هو الفينوباربيتوريت والدايزي بلام هو البنزودايزبين الكلورال هيدريت ده واحد من البنزودايزبين بس اصلا اوبسوليت يعني ما بيستخدمش دلوقتي تمام عشان كده انا بسال عشان اعرف الحاجه لان انا ما اعرفش الكلورال هيدريت ده اللي من ايه بنزودايزبين برضه بنزودايزبين من ضمنهم الكلوربرومازين ده انتي سايكوتيك البريميدون ده بيحطوه تبع اللي هم الانتي ايبيليبتيك دراجز ايوه بريميدون ده من ايه من الادويه دول ولا مش من ادويه اصلا من الفينو من الـ من الـ من الباربيتوريتس البريميدون من الباربيتوريت من الباربيتوريت اللي بيستخدم كأنتي إبليبتيك وبيستخدم طبعاً. كمان في الناس اللي هي عندها بتاع ده تريمرز تقريبا كان عندهم تريمرز او كان عندهم اسينشال تريمرز كانوا بنستخدم لهم برضو دول يعني بيتا بلوكر بروبانولول او بريميدون لو هو كونتر انديكيتد تمام يبقى الباربيتوريت والهالوثام بنزودايزيبين عشان لحد عايز يراجعهم الالكوهول اور الكونترسبتيف بيل والسلفونامايدز تمام. طيب السيف بقى احنا انا بصراحه السيف مش هنحفظهم هنحفظ اللي هم الوحشين وخلينا في السيف بقى كلهم باراسيتامول اسبرين كوديين مورفين كلوربرومازين هو اللي كان عندنا في السؤال بيتا بلوكرز بنسلين ميتفورمين كلهم الباقي كله سيف بقى ان احنا مش هنعرف نحفظ ده وده يعني نو واي يعني هيتنسوا فاحفظ بس اللي هم اللي هم اللي بيبريسيبيتيت الاتاك اللي بيعملوا الاتاك اللي هم اللي قلنا الثاني اللي هم مين الباربيتوريتس والبنزودايزيبين والهالوسان والالكول والاورال كونتراسبتيف بيلز والسلفونامايد هو الانتيبيوتيك الوحيد السلفونامايدز والاورال كونتراسبتيف فكره السيفا مصطفى ان هي الادويه كلها دي كومنلي يوزد فعلشان كده بيقول لك ان هي أيوة يعني كومنلي حسن طيب ماشي هتحفظ بيطمنك يعني لا انا قصدي بس هو كاتبهم تمام قصدك عشان هم فعلا بيستخدموا كتير بس انا قصدي بتحفظهم لان كده كده هيبقى كتير يعني هو الباقي كله سيف يعني نحفظ اللي بيعمل بالظبط انا بعمل كده يعني يعني الكلوروبرومازين ده من ادويه الانتي سايكوتيك يا جماعه صح تيبيكال انتي سايكوتيك لانه في تيبيكال في اتيبيكال ده التيبيكال اللي هو الاولد جينيريشن هو دول تمام تمام كلوروبروم من الفينوسايزين اسمه جروب اسمه فينوسايزين جروب هو ده كلوروبرومازين حتى اسمه في السوق نيورازين طيب 21 years old patient with long term pins and needles تنميله شكشكة imposed hands and protruded lower jaw develops right upper quadrant pain after being started on a new medication for his condition which medications acting on his endocrine system is responsible for this adverse effect هو جاله هو كان بيشتكي عنده long term pins and needles وعنده protruded lower jaw يعني واضح ان هو acromegaly ما عنده prognathism lower jaw اهو develops right upper quadrant pain جاله upper quadrant pain right upper quadrant after being started on new medication for his condition بعد ما اخذ medication جديد which medication بتاكت على endocrine system is responsible for this adverse effect why an acromegaly هيبقى ايه برومكريبتين برومكريبتين مش اللي كان هيعمل inhibition ما دول طيب ما بيعمل برضه جولستونز بس هو بيتكلم على ان هو انت استخدمته في العلاج في علاج الاكروميجالي الاثنين بيستخدموا في علاج الاكروميجالي بس الاوكتراتويد اعلى الاوكتراتويد اعلى دكتور أيوة. مصطفى فيبقى أيوة الاوكتراتويد بالظبط هو ده اوف تشويس دلوقتي الاوكتراتويد بس البوينت خلينا نركز بس في حاجه هو دلوقتي الرايت ابر كوادرنت بين ده
هو بس البوينت في السايد افكت او الحاجه اللي هو التروبورتونيال للفايبروزس اللي كانوا بيعملها الاورجن ديريفاتيفز بالظبط. يبقى ريتروبورتونيال فايبروز يبقى برومكريبتين بالظبط كده. هي البوينت بس التروبورتونيال بيعمل جول برادر ستونز. المعلومه دي انت شو قريتها يعني؟ انا ما اعرفهاش ولا انا بصراحه لو قريتها احنا قرأناها مع بعض بيعمل جول ستونز. لا خلاص تبقى صح، يبقى اوكتوريتايد. لو هي فعلا بيعمل جول بلادر ستونز يبقى اوكتوريتايد هو رايت ابر كوادرن. قرناها فين دي يا حسن؟ قرناها في الاوكتوريتايد اخر حاجه بيقول لك، بس مشكلته انه بيعمل كده. مشكله هنعرفها كويس عشان نعرفها لو كده. هي ماشيه معاها حتى الاعراض برضو بتاعت ال صح. جميل اهو بيلاري ستيزز اند سبسيكوينتلي جول ستون از ا كومن ادفيرس افكت اوف اوكتوريتايد. جميل جدا، حلو قوي. يبقى دي معلومة جديدة عايزين تعلموا على السؤال او كده اعملوا عليه مارك لو هو انا بالنسبة لي جديد يعني. في ناس قريته علموا عليه يعني لو كده. طيب بيعمل بيلاري ستيزس وبيعمل سبسيكوينتلي جول ستونز لانه بيوقف البايل سيكريشن، يعني بيخلي البايل ستيز دي كده واقف، فبالتالي بيكون ستون فممكن يعمل رايت ابر كوادرنت بين. طيب تعالى نقرا انزل شويه. حسن اوكتوريتايد معروف ان هو سوماتوستاتين انالوج which is known to inhibit the hepatic bile secretion and gall bladder emptying leading to biliary stasis and subsequently an increased risk of developing gallstones. تمام حلو حلو. البروموكريبتين ده دوبامين اجونس طبعا عنده سايد افكت arising from its stimulation للبرين vomiting center. هو مين اللي بيعمل ايميسيز يعني؟ عشان بيستيميليت السي تي زد اللي هو كيمو ريسبتور تريجر زون اللي موجود في الفوميتنج سنتر اوف ذا برين. بالنسبه للدازموبريسن، الدازموبريسن ده بريدومينانتلي يوزد ان بيشنتس وذ دايابيتس انسيبيدس طبعا باي انكريزينج ذا بريزنس اوف اكوابورين شانلز ان ذا ديستال كولكتين داكت تو انكريز ذا ووتر ري ابزوربشن فروم ذا كيدنيز. الدازموبريسن اللي هو الفازوبريسين ده بيستخدم في الناس بتوع دايابيتس انسيبيدس اللي هم النيفروجينيك تايب. تمام اللي هم البتاع بقى اللي هو الكرينيال بقى. انا اسف الكرينيال لان الكرينيال بيكون عندهم ديفيشنسي في الايه في الاي جي اتش في الانتي ديوريتيك هرمون. تمام مين سايد افكت هنا بتاعته؟ المين سايد افكت بتاعته بتنكلود هيديك اند فيشال فلاشينج ديو تو هايبرتنشن. برضه دي بقى علموا عليها ان الدازموبريسن عشان انا ما شفتهاش قبل كده بيعمل هيديك وبيعمل فيشال فلاشينج ديو تو هايبرتنشن. تمام هو هيزود يعني الريتنشن فهيعمل هيديك وفيشال ولا ايه؟ مش انا مش عارف الميكانيزم. هو بيقول لك فيشال فلاشينج ديو تو هايبرتنشن، مش عارف صراحه الميكانيزم بتاعه. هو المفروض الدازموبريسن ده زي الانتي ديوريتيك هرمون فهيعمل ريتنشن للميه، فلما يعمل ريتنشن للميه اكيد هيحصل هايبرتنشن من الووتر ريتنشن. بس فيشال فلاشينج بقى ليه؟ فلاشينج يعني هيعمل حمار. هو بيعزيها بيعزي الاثنين دول للهايبرتنشن تقريبا. ايوه تمام. بس فيشال فلاشينج والهيد طالما عمل فلاشينج ده يبقى اكيد هو بيعمل فازو دايليتيشن اكيد. فلاشينج وهيديك ده يعني اكيد في فازو دايليتيشن. يبقى خليني اقرا الميكانيزم بيهايند يعني. تمام الميتفورمين بقى طبعا الميتفورمين معروف ان هو بيقلل هيباتيك جلوكونيوجينيسيس ان بيشنتس ويز تايب 2 دايابيتس. الكومن سايد افكت بتاعته بتبقى جي اي تي دايريا فوميتنج ولاكتيك اسيدوزس. ده سهل. طيب نيجي على الليفوثايروكسين. الليفوثايروكسين ده عباره عن سينثيتك ثايروكسين يوزد ان بيشنتس وذ هايبرثايرويديزم. كومن سايد افكت ريزلت فروم انكوركت طبعا دوزنج اند ميميك ذا سيمبتومز اوف هايبرثايرويديزم. هو هياخد التروكسين عالي هيخش في سيمبتومز اوف هايبرثايرويديزم. اظن سهل انما مفيش حاجه صعب. الاوكتوريتايد تاني سريعا لونج اكتنج انالوج اوف سوماتوستاتين. سوماتوستاتين ده بيطلع قلنا من الدي سيلز بتاعه البنكرياس اند انهيبيتس ذا ريليز اوف جراث هرمون وبينهيبيت ريليز اوف جلوكاجون والانسولين. هو بينهيبيت ريليز بتاع كل حاجه. تمام تمام. اليوزز بتاعته في اهو مجمعهم الاكيوت تريتمنت اوف فاريسيال هيمريج. تمام عشان ده بيعمل فازو كونستريكشن للفاريسز. بيستخدم في الاكروميجالي. بيستخدم في الكارسينويد سيندروم. بيبريفنت الكومبليكيشنز فولوينج بانكرياتيك سيرجري في الفايبوما وفي ريفراكتوري دايريا. تمام لان احنا قلنا هو بيعلل السكريشنز. الادفيرس افكت بتاعته جول ستون لانه بيعمل ستيزس فور ذا بيلري سكريشنز. تمام دي اللي احمد قال عليها دكتور محمد. ما هي دي كانت السؤال بقى عشان كده جاي برايت ابر كوادرنت. ايوه صح صح تمام تمام. اوكي بقى طيب 59 years old man with known history of type 2 diabetes AF and epilepsy presents as he is feeling generally unwell. His main complaint is a blue tinge to his vision. قلناها كده الحبايه الزرقاء بتاع قلنا بلو تينج از فيجن. ويتش ون اوف ذا فول ميديكيشن از موست لايكلي تو بي ريسبونسبل. ده سؤال سهل. السيلدينافيل قلنا السيلدينافيل بيعمل بلو فيجن بيخلي الدنيا بلو. وقلنا الديجوكسين بيخليها ايه يلو جرين وريفامبين اورنج. بالظبط كده الله ينور عليك مستر. طيب ادي الفيجوال تشينجز سكند تو دراجز. البلو بيل اللي هي الحبايه الزرقاء اللي هي الفياجرا اللي هو السيلدينافيل واليلو جرين هو الديجوكسين. تمام نيكست.
طبعا الميكانيزم بتاعهم هو فوسفودايستريز تايب 5 انهبيتورز are used in the treatment of erectile dysfunction في العموم and they are also used in the management of pulmonary hypertension كمان زي ما احنا عارفين اللي هم لما بنعمل الفازودايليتور تيستينج ده خلاص بنلاقيه نيجاتيف بنضطر نستخدم الايه اللي هم السلدينافيل والبوسانتان والحاجات دي تمام فوسفودايستريز تايب 5 انهبيتورز cause vasodilation through an increase في السايكليك جي ام بي المفروض السايكليك جي ام بي ده هو اللي بيزود اللي بيعمل سموث ماسل ريلاكسيشن بقى لما بيعمل فاز دايليتيشن عن طريق زياده السايكليك جي ام بي بيؤدي الى ريلاكسيشن في السموث ماسل اللي في البلاد فيسلز اللي بتسبلاي الكوربس كافرنوزم اللي موجوده في البينس فعشان كده بيحصل اريكشن هو كمان مش بس بيبقى بيعمل فاز دايليتيشن للبالمونري ارتري لا ده كمان بيعمل فاز دايليتيشن للبلاد فيسلز اللي بتسبلاي كوربس كافرنوزم في البينس فعشان كده بيستخدم في الاريكتايل ديسفانكشن تمام طبعا على فكره في ثلاثه اللي هم السيلدينافيل وده اول واحد ظهر في التادلافيل والفيردينافيل هم كلهم زي بعض بس الفرق في الهاف لايف التادلافيل بيقعد 48 ساعة عشان كده لو انت بتاخد تادلافيل فكونترا انديكيتد ان انت تاخد نايتريتس لمدة 48 ساعة انما السيلدنافيل والفيردنافيل فهم دول بيقعدوا نيكورانديل لا نيكورانديل ده حاجة تانية ومش على نفس الوزن نيكورانديل ده بوتاسيوم شانل اوبنر ده بتستخدمه في حالات الناس اللي عندهم اسكيميا في الانجينا نيكورانديل ده حاجة تانية اللي هو الادنكور ده حاجة تانية لا مش هو مش كاتب هنا هو بيشن تيكينج نايتريت اند ريليتد دراج زي النيكورانديل الاثنين دول او النيكورانديل انت عايز تقول النيكورانديل على نفس الوزن تبعهم لا 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 عكس قصدي كونترا انديكيشن انه يبقوا مع بعض والنيكورانديل طبعا اي حاجه بتعمل فازو دايليتيشن او بتعمل كرونري فازو دايليتيشن فهي كونترا انديكيتد سواء النايتريتس او النيكورانديل لان طبعا انت لما تاخد السيلدينافيل مع نايتريت الاثنين دول بيعملوا فازو دايليتيشن بنفس الميكانيزم على فكره بيزودوا السايكليك جي ام بي وبيعملوا سموث ماسل ريلاكسيشن فطبعا هتلاقي ضغط العين يقع خالص يحصل هايبوتنشن فيحصل هايبوبرفيوجن الدم مش هيوصل اصلا للاورجنز خالص فبالتالي انت مش هتوصل الدم للكرونريز فهيحصل مايكارديال انفارشن يعني العين هيتهيألي كلهم هيشتغلوا في هيتلاقوا في الموضوع السايكليك جي ام بي صح؟ ايوه بنفس الميكانيزم بالظبط بالظبط هو نفس الميكانيزم طبعا الكونترا انديكيشن كمان الهايبوتنشن تمام واخر كونترا انديكيشن ريسنت ستروك طبعا او ام اي النايس هنا بقى بتريكومند ويتنج 6 مانثس بعد اي ستروك او ام اي يقعد 6 شهور من غير ما ياخد سلدنافيل او تادلافيل او سكشوال انتركورس كمان على فكره يعني ممكن سكشوال انتركورس بتهيألي بعد 4 ويكس ايوه عشان السؤال ده انا السكشوال انتركورس شهر من الام اي شهر من الام اي و6 شهور من غير سلدنافيل او تادلافيل او فيردنافيل دي مهمه فعلا بس متاكد من 4 ويكس دي حسن بعد طيب. بعد البوست ام اي سيكشوال انتركورس بعدها باربع اسابيع وبنعمل له ري اشورنس انه ما بيحصلش ري انفاركشن ولا حاجه من القصه دي وبرضه بنقول له ممكن يستخدم سيلدنافيل بس بعد 6 شهور تمام اوكي السايد افكت طبعا بيعمل ايه فيجوال ديستربنس ان ذا فورم اوف بلو ديسكولوريشن ممكن على فكره كمان يعمل نون ارتريتيك انتيرير اسكيميك نيوروباثي نون ارتريتيك انتيرير اسكيميك نيوروباثي تمام وده كان بيحصل كمان مع الناس اللي هم في حاجه في الروماتولوجي بصراحه انا مش متذكرها بس نفس النون ارتريتيك انتيرير اسكيميك نيوروباثي ده كان بيحصل تقريبا مع بتوع اللي هم الجوينت سيل ارترايتس تمام تقريبا يعني انا براجع وانا بفتكره كمان بيعمل نيزل كونجكشن وبيعمل فلاشنج عشان الفازو دايليتيشن طبعا ممكن يعمل جي اي تي سايد افكت ممكن يعمل هيديك خلاص كده تمام ننجز بقى اللي بعده البلو بيل اللي هي الفياجرا ودي بتعمل بلو ديسكولوريشن نيكست ويتش وان اوف ذا فولوينج condition is IV immunoglobulin السؤال ده بتاع كل مرة IV immunoglobulin therapy most likely to be beneficial هيبقى beneficial في أنهي واحد من دول IV immunoglobulin ما بحبوش السؤال ده Graves ولا Kawasaki ولا infusion body Kawasaki صح ولا ايه والاكسبت ولا لا هو which one هيبقى beneficial فيه اعتقد دي Kawasaki كوازاكي بيستخدموه فيه اصل هو الجريفز لا والمالتي سكلروز لا انا ما اعرفش الانكلوجن بوديز مايوسايتس انزل كده حسن معلش للتقي الاخيره روماتويد بس الكوازاكي بيستخدموه فيه يعني بس احنا مش بنستخدمه في الام اس كمان ولا ايه ولا انا بيتهيأ لي لا بنستخدموه مش في الام اس هو انا فاكر في التجميعه كان مالتيبلز كان الكواساكي ديزيز هو ده انا فاكرها اللي هو الاي في ايمينوجلوبولين بيستخدموا في الكواساكي بس مش فاكر بقى بقيتهم طب انزل عشان السؤال ده انا ما بحبوش فعلا في تجميعه كده كبيره انا عارفها تبقى نفخ كده تمام كواساكي صحيح اهو كواساكي بتاع الاطفال تمام هي دي التجميعه ما بحفظهمش البرايمري والسكندري ايمينو ديفيشنسي
تمام. دول بقى الناس اللي هتستخدم لهم اللي هم الايه اللي هتستخدم لهم الايمينوجلوبولين برايمري او سكندري ايمينو ديفيشنسي، طبعا دي سهله، الناس عندهم ايمينو ديفيشنسي. الاي تي بي ماشي، دي بس ثرومبوسايتوبينك بيربرا بتاع المايسينيا جريفز تمام، جليان باري كواساكي توكسيك ابيدرمال نيكروليسيس ده في الجلديه، نيمونايتس انديوسد باي سايتوميجالو فايروس فولوينج ترانسبلانتيشن، لو سيرم اي جي جي ليفلز following hematopoietic stem cell transplantation for malignancy. دي سهله لان هو بيقول لك لو سيرم اي جي جي فاكيد هتستخدم له immunoglobulin، دي سهله. الدرماتومايسايتس هيبص بقى هنا حاط لك الدرماتو اللي هي شبيهه بالانكلوجن بودي مايسايتس، على فكره هما الاثنين شبه بعض بس الانكلوجن بودي بتحصل في الناس اللي فوق 60 سنه. الدرماتومايسايتس بيبقى معاها سكين مانيفيستيشنز وبتبقى هي نفس الفكره مايسايتس برضه، يبقى الدرماتومايسايتس ممكن تديها اي انترافينس immunoglobulin. اخر حاجه كرونيك انفلاماتوري ديمايليتنج بوليريديكلوباسي اللي هو الجليان باري اللي هو شبه الجليان باري يعني. كرونيك انفلاماتوري ديمايليتنج بولينيوروباثي هو حاطط الجليان باري فوق، هو زيه زيه يعني كرونيك انفلاماتوري. انا احنا كنا قلناها قبل كده استبناها كده، قلنا الاميونو بالاي اميونو ديفيشنس سواء برايمري او سكندري، وحط معاهم اللو سيرم اي جي جي تمام اللي هو الهايبو جاما جلوبينيميا سهله دي مش هتتنسى تمام، دول مع بعض. حط معاهم برضو الايديوباسيك ثرومبوسايتوبينيك بيربر اللي هي برضو معروفه احنا حافظينها في التريتمنت، حاجات في المسلز مايسينيا جريفز جليان باري الدرماتومايسايتس، حاجات في البلاد فيزلز بقى اللي هو ايه زي الكواساكي ديزيز طلع فوق في السكن هتلاقي توكسيك ابيدرمال نيكروليسيس على اللنج هتلاقي نيمونايتس هي صعبه حود على حود على تحت، هي تتصور كده تاخدها على اللجنه ان شاء الله وتحفظها وانت داخل على اللجنه، هي دي من الحاجات اللي هم كتير بصراحه يعني بصراحه كبيره ورخمه يعني، هي فعلا بتتجاب بالديزيز ذات نفسه، انت تذاكر الديزيز كويس تعرف التريتمنت بتاع كل واحد فيهم وتجيبها من التريتمنت، انما مش هينفع تحفظهم كده بس شغل كليه الطب زمان ده، واحنا زمان بنقعد نحفظ ده انسى يعني. منهج كبير قوي. يلا يلا ده لسه في حاجات تانية بيونوجلوبلينز وحاجات تتحفظ. ماشي البيزكس بقى بيقول لك طبعا الفورمد فروم لارج بول اوف دونرز حوالي 5000 دونر بيتجمعوا منهم، اي جي جي مولكيولز وذ سب كلاس ديستريبيوشن قلنا هي عباره عن اي جي جي مولكيول هو ده اللي بياخدوه، والهاف لايف بتاعه 3 اسابيع اصلا. تمام يلا نكست وبتهيألي غالي جدا على فكره الاي جي جي يعني غالي جدا جدا ده بالامبولات الامبول ما اعرفش بكام بالافات الافات المؤلفه غالي قوي، في ناس بتفضل تعمل بلازما اكستشينج يعني ما هو زيه، في ناس تعمل بلازما وبرضه غالية ماشي بس دي بتبقى حاجات اصلا لايف سيفنج في بعض الاحيان فمهما كان يعني. طيب 78 years old woman with a history of recurrent ventricular tachycardia has a routine blood test 3 months after starting amiodarone therapy. تمام هي اخذت amiodarone بيجيلها recurrent attack، عملت TSH لانها 14.5 و free T4 8.5 طبعا ال TSH عالي خلاص كده وال T4 8.2. طيب هاو شود طبعا هنا كده هنا ايه عالي يبقى هنا هايبوثايرويد دخلت في امبيدرون ديز هايبوثايرويديزم. طيب هاو شود هير ثايرويد ديسفانكشن بي مانجد هنا دخلت في هايبو، قلنا ان الهايبو هنكمل على فكره مش احنا قلنا ان الهايبو مفيش في منه مشكله في الهايبر ف نكمل انزل كده تحت معلش كونتينيو امبيدرون اند ثايروكسين خلاص مفيش غيره احنا قلناها دي التريون لسه قايلينها يعني. هو هيعيد نفس الكلام اهو patient who develop hypo while taking amiodarone can continue to take the drug if this is desirable لو هو ده في مصلحة العيان يعني فانت هتكمل اكيد. Given that this patient has a history of VTAC it would be unwise طبعا to withdraw amiodarone abruptly يعني مش ممكن واحد عنده VTAC هتوقفه له عشان دخل في hypothyroidism يعني. تمام انزل بقى السؤال اللي بعده 43 years old gentleman presents to the emergency department with a central crushing chest pain ECG shows anterior T-wave inversion. He admits to insufflating